بسم الله على بركة الله. المقادير هما ثلاثة البيضات، كاس ديال الزيت، نص كاس، نصو زبدة ونصو زيت، كاس ديال سنيدة، جوج كيسان ديال الطحين، واحد نص كاس ديال الكاكاو، جوج خمارات. تبعوا معايا. دابا درنا البيض وسنيدة غنضربو. دابا بعد ما ضربنا البيض هانتوما شو كيجا كيولا، طلعت نخافق البيض ولا طالع بزاف. دابا غنديرو الزيت والزبدة وغنضربوه. بسم الله. دابا غندير الكاكاو. نضرب غير بشوي. بالنسبه لهذا الشيء بيض راه غير الزبده، ما تخافوش منها، راه كتذوب في الطياب. دابا غندير الطحين. دابا غندير الطحين وغندمج، نبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل بحال دينا. الطحين غنديرو غير بسباتيل ولا هذه اللي عندكم، انا عندي غير هذه من تحت للفوق، من تحت للفوق تنكمل. واحد معلقه كبيره ديال الخل، هذا هو اللي كيخليها خاويه من الداخل، كيجي زوينه. صافي دابا غنبقى مستمره تنكمل وغنديرها في اللاطه. دابا درت جوج خمارات، 8 غرام على 8 غرام هي 16 غرام. صافي هانتوما البنات، بعد ما درت الحليب تجمد، هانتوما شوفوا ها هو تجمد. ودابا درت كريم شونتيه تا هو في الفريكو، غندير كاس وغنرمي كريم شونتيه تا هي راه جمدات بزاف، وغنضرب دابا شويه تطلع لنا الكريمه ديالنا. البنات هانتوما شوفوا كيصدق، ها ما كيطيح ما والو. دابا غنديرو في الثلاجه بلا ما ساليت. هانتوما البنات بعد ما طابت ليا، دابا قسمتها درت وحده بيضه، غندير وحده بيضه وحده كحله وحده بيضه وحده كحله. دابا غنسقيها وندير بيضه كحله بيضه كحله. هانتوما غتشوف درت الفاني، كاس ديال الماء وفاني وكاس نص كاس ديال سنيده. صافي وخليتهم حتى ولات سيروني مزيان. دابا انا غنسقي قدامكم، نسقي الجوانب مزيان ما تجيش قاصحه باش تجي رطبه. هانتوما بعد ما درت ليها الكريمه، دابا ما بغيتش نقوي الكريمه، تيبغاوش ليا الدراري بزاف. دابا هانتي غنديرها ما سخنت القرقاع وتقرمل، دابا درتو هنايا كيعطي واحد البنه زوينه. دابا غندير الاخرى البيضه، هانتوما غتشوفوا. دابا درت هاد البيضه، دابا عاوتاني غنسقيها وغنمروا بنفس المرحله اللي درت الاولى، وغندير الكريمه وغندير شويه القرقاع وغنرجع لكم. البنات بعد ما درت ربعه ديال الطبقات تبارك الله، هانتوما دابا غنصاوب غنسقي عاوتاني من الفوق وغندير الكريمه. هانتوما البنات بعد ما ساليتها غندير الكريمه هنايا، غنصاوبها بهاد السباتيل هادي، غنكملها نكمل الكريمه ديالي تنكملها كامله وغنوريكم. هانتوما البنات بعد ما ساليت دابا غندير اللوز إفيلي. هانتوما البنات بعد ما صاوبت لها اللوز إفيلي انا قديتها، دابا غنصاوب لها الورد، هذوك الورقات الفوق. هانتوما البنات بعد ما ساليت الكاطو ديالي، شوفوا كي جا زوين، وكنتمنى تجربوه وتشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم اي حاجه درتها. يلا بسلامه عليكم.